ناس يقول لك آيات، يقول لك الكلام ده بيزعجنا، واسمعوا من الفنانين اللي نص الليل يا اخي، يا اخي ما بين الدين يا اخي، يا اخي كسالى ما دارين يشتغلوا، حيارة يا اخي حيرونا معاهم. بلد شباب اغلبيتكم كمية يا اخي يلفلفوا في جاي، وصعود بي جاي، واردية بي جاي، وزواج يسخروا بيه زي الشباب السوون ديلا، شباب توك ديلا. تقول انا لاتنين بالليل ليه يثبتوني؟ وانا ليه شنو؟ واتنين بالليل الرجال بيتضايقوا يتلملموا. كان الواحد الضايق سائل المستشفى بشيل عكازه معاه، دي لفه لاتنين بالليل. واحد قالت نتحايل على جمله فصل الدين عن الدوله، نقول فصل الدين عن الاغراض الشرعيه، فصل الدوله عن الاغراض الشرعيه والدين. ناس يا اخي سيبوا ليدي رب العالمين يا اخي. واحد قال انا جاي البلد دي بعد ايام وكسب دين للاسلام. واحد كتب لي وقال لا حدد لنا اليوم عشان ننتظرك في المطار، على قد جيتك بسب الدين شنو قال؟ ناس يا اخي لو كتاب وقع منهم يسبوا في الدين، لو زول عكر مزاجهم في الشارع يسبوا في دين الله سبحانه وتعالى. ذنبه شنو الدين مع عكرك وغضبك؟ ذنبه شنو؟ دين الله سبحانه وتعالى ذنبه شنو؟ يا اخي ازرع، يعني لو زرعت وانت مسلم الارض ما بتقوم لك؟ اشتغل في المصانع، يعني لو جيت مسلم ومستقيم المكنه ما بتدور لك؟ وناس خواجات بيشغلوا نافوخهم ده بيسووا عربيه، نحن يجيبوها لنا هنا بدل نركبها ونشتغل بيها. أول شيء نطبح لنا خروف نلصق الدم نقول من العوارض، وداك الصناعة ورسل لنا ما ضبح عدود، ونحن يطبحوا في الخرفان خايفين عمارة تقوم بدل الضربة يشتتوا في العيش الحب تحت، ولا عشان الجن ما يسكنها، كما ضبحنا ليها بيسكنوها الشياطين. تظل علاقة الخروف بالعمارة جو، علاقة جو، علاقة البليلة بالنعمة جو، علاقة شو؟ كلها لخبطة يا اخي. والله البلد دي دايرة شفت اعادة ضبط مصنع من البداية، هيدوم من اركان الاسلام دي. حجاب ما بينفع، بلد بيبيعوا الحجبات في السوق، واحد في الحصيص اللي كنتوا بتبيع فيه قلت له ده حجاب شنو؟ قال ده بتاع المشاكل، تلبسه تمشي للقاضي بتاع طبلة تطبل كده وتفتح قضيتك بتربحها طوالي. قلت له زول 4 سنة بيقرا محاماة وتعبان، والمادة 120 والمادة 130 وجاذبها بيجاي وجوابيك بيغادي، وتجي انت بس في دقيقتين بطبلة واسبيرين تكسب القضية. هاي انا ده خليناه. الثاني الحجاب ده شنو؟ قال ده خاص بالتجار، تخده في الدكان في الدرج الزباين ديل ما يدوك الدرج يدوك كابين، وهو اللي بيصنعي وبسوي الحجبات. زبون واحد ما معاه ريقه ناشف شلوفته مشققة وقعد له في راكوبة وللظهر ما فطر وما ترزب وما لقيت بتاع حجبات قاعد في مكيف، كلهم مفلسين مجدعين في الرواكب. لقاك بتاع حجبات مهجر له دكان مفلسين، صح ولا ما صح؟ ديل يمشوا لقدام. المرأة 2 سنين ما ولدت، 3 سنة يقول لك ودوها للفقيه، فقيه خاتيهم صف عنده غرفة هناك فيها بخور وحاجات وقرب، يقول لك دخل الولية هناك توديها سيدة، تقول لها خديها جناح. يا زول الموضوع ده خطير خطير جدا، ده الناس بتاع اللخبطة وجابوها في أشعارهم. كباشي كم أدى ولد في كل بلد، كم حل عقد كباشي يربط ويحل في كل محل كباشي، المتوكل لأمر يكل كباشي من غير مس وتفل، كم أدى الطفل كباشي. دي قال البرعي، وين قال؟ كتاب أعلام الطريق غلاف أحمر هم صنقر فيه قاعد في الغلاف. هذا ده كلامه. كباشي بدي ولد، كباشي بدي ولد. الصينيين دول بدو تيمان، والكوريين وذلك بيعرفوا كباشي بديهم
الخالقون الله سبحانه وتعالى. تيجي تقول كباش بالتجارة وقصائد واحدة كمان واحدات ما مفهومة ذاته. ساري الليل للقرض قرش، قال لك قرمش قرض منه تعنك للباسطة واللحم والجداد والإناء والشية والفول والكبدة، ما لكم القرض تأكل في القرض بار الصوفية دي والله يقردوك أسرع ما يكون. تبار القرض ده يزولك تتخارج طوال. ساري الليل للقرض قرش، قال ما هو الحبو ما هو الأخبش، عنده حصانة ما بتفتش، كهربته العالية بتحرك تش. هسي ده دين ولا كهرباء؟ لا نعرف. دي قصائد والله قصائد. قال دخل بالياء سمعتها كمان حيرتني لسه ما فهمتها. قال دخل بالياء طلع كيكي، هو شنو دخل ودخل وين وكيكي شنو؟ انا ما فاهمه ليه، انتم فاهمينه؟ دخل بالياء طلع كيكي، ما هو الفتل ما هو البامبي، ده دين ولا ملجة بتاعت خدار؟ لأن عارف ده دين الله سبحانه وتعالى. دراويش يا أخي ردسوك بالنوبة، انت ما عارف بيقولوا في شنو يا أخي. واحد في الجزيرة قال مداح، هسي ساوي له كبة زي السورو المقلوب، شوف ده بغالي. قال مداح ده كلب ماشي، قالوا كده الدين مدح في الكلب ده، كلب ده ماشي، قالوا الدين مدح فيه. قال أن نبينا هكو لزيارته هو، والقمر عجو عجو، وملانا محبة ورشنا الرش، عند السكرات ما نتكرمش. ده دين الزي فيه كرمشة وسكرات، دول هوي سكرات دي فيه كرمشة دي بتعمل وين؟ وفي نبينا اسمه عجو عجو، وفي نبينا اسمه كو كو. يا ناس والله شفت الصوفية يستخفوا بعقول الناس، دروشة وشايلين نوبات دي وكشاكيش وجايلين عاطبول ومرقعين لابسين مرقع ومبلبلين وتشاوليون أمسدة مسايب مسيد فلان وزريبة فلان، شدة ما دراويش بهايم لما نساوي لهم زرايب، زريبة شيخ فلان وزريبة فلان. وصدق الله، أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ناس ما بيفهموا يا أخي، زول بيقول ليه وسلم يا ولد، الكلب البيت ولد، الله يقلبه بيت، الله يخليه بيت ونقلبه ولد، شغالين معارضة لله سبحانه وتعالى. دي أمة تمشي لقدام. زول بيقول إنا بخض في البلاد نزيل، قل يا ولي الله إسماعيل، إسماعيل مدفون في خور في العبيض، موية طيبة عنده، السنة الفاتت هذا متلو قبته، رب القبة وقعت ما قدر يثبتها. ده يحل لك مشكلتك انت؟ قبل سنتين ولا ثلاثة طبحوا الغفير بتاعه جابوه في جريدة الدار، من اللضان للضان ما قدر يحميه. احميك انت من اخر الدنيا اسماعيل. اسماعيل هو اللي قالوا ده في الكرب يعني تناديه والحقنا يا اسماعيل وكذا. قبة في الجزيرة، قرية اسمها الطيبة الغرشي، شيخ قالوا اسمه الشيخ الغرشي جوا راجل، جابوا نفرين قال لهم بخوا القبة، طلعوا فوق، واحد وقع من فوق يتكسر، الثاني وقع انترم وقتي مات وقتي، والشيخ راقد وينادوا في الشدائد. انت زول سوى فيك احسان، هل جزاء الاحسان الا شو؟ الا الاحسان. بيبهلك في قبتك وقع ما تتلقاه، وانت ما كنت بتنفع، ما كان تدخل يدك تطلعها من جوه القبر تمرقتك تتلقاه وكده تقعده براها، تقول لا اطلع بهي زي الناس، يقع من فوق يموت وقتي. تجي تقول ليه الشيخ بينفع والشيخ بيضر، شيوخ دول ما عندهم اي شيء، وخليك ارجل من اي واحد فيهم، ما عندهم اي شيء، ما عندهم اي شيء، ليس لك من الامر شيء، قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل افلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل افلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء
وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دوني أولياء ما لون الأولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. الله سبحانه وتعالى تجد نادي لي فلان يا أخي.